طيب السؤال 59 طبعا سؤال كوستنج سيكشن دي دوت 4 سيري اوف كونسترينت سوبر تمام. فاريبل كوستنج او ثرو بوت كوستنج. طبعا الكلام ده احنا عملنا فيه دراسات عليا. بيقول لك during the first month of operation خلي بالك من حاجه، السوبر فاريبل كوستنج لو قارنتها بالفاريبل كوستنج هتلاقي الاتي: الفاريبل كوستنج الكرسي بيستوعب كل التكاليف الصناعيه المتغيره، السوبر فاريبل كوستنج الكرسي بيستوعب كل تكلفه الدايركت ماتيريال واي ماتيريال هاندلنج كوست، المبيعات ناقص الفاريبل الصناعي يديك الكونتريبيوشن مارجن الصناعي، المبيعات ناقص تكلفه الماتيريال هتديك ثرو بوت كونتريبيوشن. ماشي الحال؟ تمام. واضح يا شباب؟ طيب الشركه ديت اول سنه اول شهر شغل صنعت 10,000 كرسي، صرفت خشب ب 100,000 ودايركت ليبر مش عارف ايه و125 اوفر هيد. خلال الشهر الشركه باعت 8,000 كرسي ب 60. جميل. تفتكر الكونتريبيوشن مارجن كام الثرو بوت؟ هنسال سؤال في منتهى البراءه، هو الكرسي بتبيعه بكام؟ ب 60 دولار. والكرسي بياخد قد ايه خشب؟ 100,000 عشر على 10,000 بكام؟ عشر ب 10 دولار. يبقى الثرو بوت كونتريبيوشن لكل كرسي كام؟ 50 دولار، بعت كام كرسي يا ابني؟ 8000، 8,000. يبقى 8,000 في 50,000. مبروك. الاجابه ايه؟ 400000. ماشي الحل؟ تمام.